ما زلت مقتنعة إن إحنا بقينا مستهلكين مش منتجين، وخصوصا في الثروة الداجنة. يعني دخلت رمضان بتكون محتاجة بقى نكون عندنا شوية فراخ في الفريزر وبط. للأسف دلوقتي حتى الريف المصري بقى بيشتري البط تحديدا، معروف إن رمضان بط، المحاشي عايزة بط، الصواني عايزة بط، كل حاجة بتبقى عايزة بط. في محافظات كاملة لازم أول يوم رمضان بيفطروا بط، على سبيل المثال محافظة دمياط البط أساسي جدا جدا، فطار أول يوم رمضان البط أساسي في كل عزومات رمضان. يعني تغيير واختلاف شوية، لكن كلنا ملاحظين أن سعر البط ارتفع ارتفاع جنوني. كمان تربية البط ما عادتش متوفرة في كل البيوت، ومش من السهل تربيته مع اختلاف أنواعه. هنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا جدا عن البط، يسعدنا يكون معانا فيها دكتور عامر مكرم، أستاذ تربية الدواجن. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. في البداية خالص عايز أعرف أنواع البط. تمام، هو البط نوع من أنواع الدواجن. تمام، والبط الوحيد دون أنواع الدواجن في نوعين. يعني دايما نلاقي البط الفراخ فيها سلالات من نوع واحد، لكن البط في نوعين، كل نوع تحتيه سلالات، وكل سلالتين مختلفين في التركيب الوراثي، والاتنين مختلفين في الشكل، وكل واحد له سلوك. عشان كده السعر بيختلف حسب النوع اللي عندك تبع ايه السلاله. ايه النوعين؟ النوعين في النوع الاولاني حاجه اسمها سلالات المالرت، المالرت وفي حاجه اسمها سلالات المسكوفي. والمسكوفي تمام. الفرق العام باختصار جدا، سلالات المالرت اللي صوتها عالي جدا، بطل صوته عالي، اللي بيربي دهن تحت الجلد، بيفرخ البيض بتاعه على 28 يوم. تمام، ده بنسميه انواع مالرت. عندنا انواع في مصر، انواع تجاريه زي البكيني ستار اللي هو ده اعلى حاجه بيدي 3.5 على 42 يوم، في انواع منه بتدي 2.5، ودي انواع منخفضه. في نوع تجاري اسمه كاكي كامبل، وده انتاج بيض بيجيب 300 بيضه في السنه. في انواع محليه عندنا الشرشيري، وده بيدي من 2.5 ل 3 كيلو على 7 ل 8 اسابيع. وفي اخر نوع الدمياطي، ده بيدي حوالي 2 كيلو على نفس العمر تقريبا. دي انواع الملط. الانواع الثانيه بتبقى اغلى في السعر، بنسميها السلالات المسكوفي. يعني المسكوفي ده اسم نوع مش سلاله. عندنا انواع اللي في مصر، انواع تجاريه ومحليه. التجاريه اللي هو المسكوف الفرنسي، ده بيدي متوسط 4 كيلو على 10 اسابيع الجيل الاول، اما الجيل الثاني بيدي 3 كيلو و100 على 12 اسبوع. تمام، الانواع المحليه عندنا السوداني او بنسميه البلدي اللي هو البلدي بتاعنا. تمام، ده بيدي حوالي متوسط 2600. البلدي نوع من سلالة المسكوفي؟ بالظبط. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. أنا عارفة إن في بلدي وفي مسكوفي، أول مرة أعرف إن السوداني أو البلدي سلالة من المسكوفي، نوع من سلالة المسكوفي. لأن هو المسكوفي ده اسم جنس تحت السلالات. يعني المسكوفي اللي في المزارع ده اسمه المسكوفي الفرنسي، دي السلالة اسمها كده. بس إحنا تجاوزنا المصطلح، ماشي في السوق إن ده مسكوفي ده بلدي، لكن هو نوع من أنواع المسكوفي. عشان كده بعض الأحيان بنسميه المسكوفي المصري. تمام، ده بيدي الذكور بتدي 3.5 تقريبا، والاناث بتدي 2.5، بس الكلام ده على 18 اسبوع. وفي الفيومي اصغر في السوداني من الحجم، ولكن اكثر في انتاج البيض، ده برضه بيدي نفس الاوزان تقريبا. انا ما اعرفش استخدامات بيض البط، لكن واضح ان في سلاله مخصوص للبيض او لانتاج البيض. هل بيض البط بيتم تناوله زي بيض الدواجن والسمان وكده، ولا له استخدامات تانية؟ هو في مصر محدش مش محبب استهلاك بيض البط، مش محبب اولا. تمام، ولكن بره بيستهلكوه عادي جدا، عشان كده في سلالات انتاج بيض، وبيدخل في صناعات غذائيه كتيره عشان تركيز الصفار فيه عالي، وتركيبه في نسبه الجلوبين والبروتين اعلى من الدجاج، فبيدخل في صناعات مختلفه. ولكن هو كسلاله هي اجنبيه، يعني هتجابوها في مصر لاهداف معينه. جابوها ممكن عشان يحسنوا فيها، عشان متأقلم، عشان ابحاث، لكن هي كسلاله انتاج بيض مناسبة بره أكتر من هنا، مش مفيدة لنا. طيب أنا لو دخلت في تربية البط، ليه ما عادش في بيوتنا الريفية المصرية تربية بط زي الأول؟ يعني كان زمان بنمشي نلاقيهم في الشوارع، على الترع، في قدام البيت. البط كان منتشر، البط والوز بشكل عام كانوا منتشرين زي الفراخ بالظبط. ليه حاليا مش مفيش إقبال على تربية البط؟ لا، هو الموضوع معقد شويه، بس هو في اقبال على تربيه البط. البط بيتربى في البيوت، بس مشكله البط ان هو نشاطه المائي عالي جدا، وبيسبب امونيا عاليه، وعايز مكان مفتوح. تمام،
ونظام الريف اتغير، مش زي القرى بقى شيء بيوت بسيطه وقدامها ترع وارض زراعيه، لا دخلت المباني وزي شبه عمارات. فالنظام الاجتماعي بتاع القرى اتغيرت، فينفعش بقى تسيب البط في الترع زي الاول، الا في القرى القديمه لسه محافظه على رونق بتاعها. فاضطر الناس تربي في البيوت، فتربيه البط في البيوت صعبه جدا في مكان مغلق، بيسبب لك كميه امراض امونيا عاليه بيأثر على المبنى نفسه، فده قلل من تربيه البط فعلا. وبدات الناس تشتري جاهز. تمام. فانا تفسيري التغير في شكل الكرة مع صعوبه تربيه البط وعدم الخبره يعني فيه. البط مش زي الفراخ، ما ينفعش يعني من الصعب ان انا اربيه في البيت بسبب ان هو بينتج امونيا اعلى وبتاثر على المباني نفسها. لو في حد بيربي على الاسطح وكده كمان بيحتاج مكان اوسع و فكده انا ده سبب عزوف بعض الناس عن تربيه البط. ده بدخلنا بعد كده في سلسله امراض بتحصل للبط. طبعا البط بيحصل نافق فيه مشاكل كتيره فيه، فالناس تبدا تتعقد من تربيته. ناهيك عن ان في غش تجاري في انواع البط، ان بط ضعيف، بط جيل تاني وتالت، له مشاكل مناعيه، له مشاكل مرضيه. انا عايزه في المشاكل ابدا من الكتكوت. تمام. مشاكل الكتاكيت. كويس. يعني كتير الاقي يعني ممكن في الفراخ بيجيب 20 كتكوت بيعيش 18، في البط لو جاب 20 كتكوت ممكن ما يعيش غير 5 3. ممكن يعيش كلهم على حسب الكتكوت فعلا. هو الكتكوت هو بدايه البدايه الصح. الكتكوت بيمثل 6 ل 7% من تكلفه الدوره كلها. لو الكتكوت جيل اول ومناعته كويسه وتحويله كويس وبيدي وزن كويس، معناها ان العلف تكلفه العلف هتقل، وزن التسويق يبقى عالي، يبقى المبيعات عندي اعلى، تكلفه الادويه هتقل. لو الكتكوت عندي جيل تاني معناها ان تكلفه الادويه هتزيد، النفق هيزيد، تكلفه العلف هتزيد، وزن التسويق قليل، يبقى البيع قليل. يعني هو ده الفصل ما بين الاثنين. طيب باختصار جدا، عندنا السويات التجاريه مسكوفي في جيل اول وفي جيل تاني. كويس. الجيل الاول بيدي 4 كيلو و100 على من 9 ل 10 اسابيع. تمام. ومعامل تحويل 2 ل 1، يعني بياكل 2 كيلو علف لكيلو لحم. تمام. بنفق لا يتجاوز 5%، وممكن لو التربيه صح ما يزيدش عن 3%. تمام. تعال نبص على الجيل التاني، بيدي 3 كيلو و100 كحد اقصى متوسط، يعني فرق كيلو. معامل تحويل 3.5، يعني فرق كيلو ونص في العلف زياده على كل كيلو لحم. النافق بيتجاوز 8%، مفيش تجانس في بط صغير وكبير، وبالتالي بيتباع اغلبه فرز بسعر منخفض. مناعته ضعيفه، بياخد ادويه كتيره. فانت لو خدت الجيل التاني بتواجه مشاكل نافق، ادويه كتيره، وزنه قليل، خساره كبيره. طب ايه اللي بيحصل في السوق؟ الناس بتقع في الفخ ده ازاي؟ الجيل التاني، الجيل الاولاني كان مثلا كان 18 جنيه، هتلاقي الجيل التاني الراجل بيبيعه ب 10 جنيه، فرق 8 جنيه، فتروح شاريه البطاطا. بشتري ابو 10 ظنا مني ان الاثنين واحد وان ده ارخص من ده. بالظبط، مع ان انا لو خدتها ببلاش وحسبتها بالورقه والقلم هلاقي ان انا ببلاش وبرضك بخسر، لان مثلا لو البطايه فرق كيلو، كيلو ب 40 جنيه يعني فرق 40 جنيه، يبقى انت خسرت فرق 40 جنيه على الاقل في الوزن، ده غير بقى تكاليف الادويه لاخره. البط بكيني اعلى حاجه بكيلو ستار بياكل كيلو 900 عشان يدي 3 كيلو ونص 42 يوم زي الفراخ البيضاء. البط دلوقتي يطلع 42 يوم. اجي ابيع لك الستار على انه البط نوع ثاني بيدي 2.5 على 8 اسابيع بمناعه منخفضه، هلاقي ان انا ايه؟ خسرت اكتر. يبقى اذا اختيار الكتكوت كناحيه وراثيه ومناعيه ومصدر ده المهم. المصدر بيحصن كويس فبيدي مناعه للكتكوت كويسه. بيغذي الامهات كويسه فيدي مستوى الكتكوت طالع كويس. الناحيه الوراثيه جيل اول كويس فيحاول معاك عرف كويس. يبقى اذا اختيار الجيل الثاني او عدم اختيار جوده الكتكوت بيفشل المشروع من بدايته. يعني اختيار الكتكوت هو اساس المشروع رقم واحد. تمام. طيب لو انا اتكلمت عن قلنا هو ما عادش نافع ان هو يتربى في البيوت، فاكيد محتاج تجهيز عشه او مسكن او ارض معينه بمواصفات معينه عشان اقدر يبقى عندي انتاجيه مربحه. تمام. هو هنتكلم عن تجهيزين سواء على القطاع الريفي من المربين الصغيرين او العنبر. تمام. هو عنبر البط كله، مفتاح تربيه البط كلها حاجتين، فرشه وتهويه. فرشه تهويه، سيطرت على الاثنين دول هتعرف تطلع دوره، ده مع افتراض ان الكتكوت جيل اول. تمام. 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 يبقى انا عندي اول حاجه، اول عنصر لو حد واخد قرار ان هو هيربي بط او كان بيربي وبطل وعايز يرجع يربي بط تاني، اول حاجه اختيار الكتكوت، ان انا يكون عندي كتكوت فرزه اول مش فرز تاني، ولازم اكون واثقه انه فرز اول علشان ما يحتاجش ادويه، وكمان في الاخر يديني الوزن اللي انا محتاجاه. فرشه ايه؟
الارضيه بتاعت العنبر دايما الفرشه بنحط تبن او نشاره خشب او اشرز، تمام؟ البط نشاطه المائي عالي فدايما بيسبب رطوبه للفرشه، فهنضطر نغير الفرشه كل يوم. طبعا ده بيبقى مجهود صعب على الناس. امراض البط كلها 90% معتمده على الفرشه، لان لما يبقى فيه رطوبه عاليه مع مخرجات البط بتنمي البكتيريا الهوائيه فتضرب البط على طول بعد الاسبوع الثاني، فتجي له امراض كتيره جدا. رطوبه الفرشه مع البكتيريا المعويه ترفع الامونيا فتضرب الخلايا المناعيه اللي في الرئه فتجي له امراض تنفسيه زي الانفلونزا. يبقى اذا مفتاح تربيه البط التهويه والفرش. طب ازاي بقى احافظ على الفرشه انها ما تتبلش فتره طويله؟ بروح في حاجه بسيطه بنعملها. انا عندي العنبر مثلا افترض عنبر 100 متر تمام مربع، باجي عند الكوب من ناحيه الحيطه بسيب 2 متر كويس واخلي الارضيه مايله ناحيه الحيطه 2 متر بحيث ان انا احط المسائي في الجانب المايل. البط لو شرب ميه الميه ما ترجعش على الفرشه، ترجع في الناحيه المايله. وكنا انا عامل فتحات صرف. معظم المربيين بيحطوا، انا مش هتكلم عن العنبر، انا هتكلم عن التربيه المنزليه، بيحط المسائي في النص. انا هتكلم عن نقطه واحده. تمام. الاول بعمل ميل عشان اضمن ان الميه هتروح على جانب الحيطه مش هتروح للفرشه. كويس. في احتمالين هنا، ممكن اعمل بط سلك والبط واحط المسائي عليه والبط يشرب، وممكن اكتفي بالميل ده بس. كويس. وبعد كده بحط المسائي على في الجزء المايل واجي عند نهايه الميل ده ناحيه العنبر احط العلافات. كويس. واسيب حوالي 20 سنتي تمام واروح حاطط الفرشه. نفس الكلام في الجنب الثاني ونفس الكلام في اول العنبر واخر العنبر. بكده الفرشه في حدود في نص العنبر والمساحات دي فاضيه. البط هياكل ويشرب ويرجع تاني على الفرشه، يبقى كده قللت ان الفرشه تتبل بسرعه. ده رقم واحد. طيب في فكره ثانيه انا عملتها وكانت نجحت كويس. اجي عند العنبر من فوق اعمل فتحه زي سقف وشباك من فوق كويس، واروح اعمل حوض ميه في العنبر واخلي البط يستحمى في اخر العنبر او اول العنبر. تمام. البط لو استحمى وطلع من الميه وراح الفرشه هيبهدلها. طب انا عايز اجبر البط لما يستحمى ما يروحش الفرشه. بروح عامل زي مصطبه صغيره كده ارتفاع عالي سنه عن العنبر، واعمل فتحه في السقف اخلي الشمس تنزل في المنطقه دي على المصطبه بالظبط، بحيث البط لما يستحمى الشمس هتغريه فيعرف ينشف نفسه الاول وينزل الفرشه. ايه اللي انا عملته في الحاجتين دول؟ اول حاجه البط لما يستحمى مش هيروح يبهدل الفرشه في المساء تاني، هو خلاص خد احتياجاته من الميه. تاني حاجه لما عملت موضوع الشمس على المصطبه دي الصغيره دي اجبرته انه يجفف نفسه فنزل على الفرشه النظيفه. وبعد المصطبه بحط رمله بحيث لو في ميه في رجله تمتصها. ما الرمله تمتص فجاه تدخل على الفرشه. دي بعض الافكار. طيب دي افكار بسيطه. المهم ان انا كده في كل الاحوال سيطرت على عدم بلل الفرشه. نيجي للريف. الريف بيربي ازاي؟ بيربي في عشه وبيحط المسائي زي ما قلنا في النص. انا اقول له لا ما تحطهاش في النص، انت تحط الفرشه في اول العشه، اللي قصدي المسائي في اول العشه، ما تحطش تب. بط هيشرب والميه تيجي اخر النهار تروح شايل الست تروح شايله الجزء المبلول تمام، وتروح عكس العمليه تحط المسائي في الجنب الثاني بحيث تدي فرصه للفرشه تتهوى تبدل بالظبط، وهكذا لحد البط ما يبدا يعدي محطه الطحاطين وتبدا تطلعه في الشمس. ساعتها كده يبقى ايه، ما عملتش ضغط على المكان في موضوع التهويه. يعني المفروض الست المربيه اللي بتربي في بيتها بتعمل تبديل في العشه، لو هتحط المسائي يمين بالليل بترجع تنقل المسائي شمال، كمان بتبعد المسائي عن الفرشه بحيث ان الفرشه ما تضطرش انها تغيرها كل يوم. طيب بالنسبه لفتره التحضين هي مدتها بتكون قد ايه تقريبا؟ حسب الجو وحسب السلاله. تمام؟ يعني مثلا هو البط المسكوفي ما بيربيش جيني تحت الجلد. حساس للبروده شويه فالتحضين بياخد 3 اسابيع. البط البكيني بيقاوم البروده لان عنده طبق جلد تحت الدهن، مش بيعتمد على الريش هو اللي يحميه من البرد، بيعتمد على سمك الجلد بتاعه في الاول. فالتحضين في البكيني ممكن ياخد 10 ايام، وانا في الشتاء بنزله الميه من اليوم السادس. يعني عن تجربه نزلته اليوم السادس. فالبط البكيني اخره 10 ايام، وفي الصيف 5 ايام، وفي الشتاء 10 ايام. المسكوفي في الصيف اسبوع او 10 ايام زي البكيني، لكن في الشتاء 3 اسابيع. تمام. المهم ان انا في التحضين اظبط درجات الحراره حسب النوع، دي اهم حاجه عندي. وفي تريكات كده صغيره لازم الناس تاخد بالها منها. دلوقتي انا لما اجي احضن البط المفروض ان انا بدفي العش قبل او العنبر قبل التحضين، قبل البط ما يجي بحيث يسحب الرطوبه. تمام.
في بعض الناس قبل البط ما يجي يروحوا ايه حاطين البط على درجه حراره 30 مره واحده، يعني جيبهم من الشركه او من مصدر الشركة منه وادخله على الحضانه على طول. طبعا فرق الحراره يعمل له التهاب رئوي مش هيظهر الا بعد فتره. تمام. طب الحل ايه؟ الحل ان انا ادفي العش قبل البط بيجي بيوم او العنبر قبل ما يجي بيوم، واروح لغه التدفئه قبل البط ما يجي، وادخل البط العنبر، وبعد كده ارفع الحراره تدريجيا بعد 20 دقيقه، يبقى انا كده اقلمت البط على الجو الطبيعي. انا باخد البط نقطتين قبل النقطه الثانيه، انا باخد البط عمر يوم ولا مسموح لي اخده بعد اسبوع بعد 10 ايام؟ انت عندك فئتين، اللي بيربي في العنابر التجاريه ده بياخد عمر يوم. في البيت المربي الريفي في نوعين برضه، في واحد بيربى عمر يوم وفي واحد بيربى اعمار يبيع للناس تاخد عمر اسبوع او اسبوعين. تمام. فده متاح. التحضين بقى من عمر يوم ولا من اسبوع اسبوعين؟ لا من عمر يوم. من عمر يوم لمده قد ايه؟ من 10 ايام في البكيني وثلاث اسابيع في المسكوفي. ثلاث اسابيع، لان المسكوفي مختلف كنوع زي ما قلنا عن البكيني الناحيه الوراثيه. ده بيعتمد على التدفئه بسمك الجلد والريش، وده ما بيتمشى الا بعد ثلاث اسابيع. فبالتالي حساس للبروده في الاول. تمام. نيجي بقى للجزء الثاني في التحضين، اتفضل. الجزء الثاني في التحضين الـ 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 المشكله في المربي انه لما بيدخل البط مباشره للحضانه بيحصل له التهاب رئوي. طيب لازم اعرف درجه حراره التحضين. البط جبت البط النهارده، تمام، دفيت العنبر او العشه، بدخل البط العشه، تمام، بعد 20 دقيقه ابدا ارفع له الحراره تدريجيا لحد ما توصل ل 30 سواء بكيلة او مسكوفي. تمام. بعد 6 ساعات درجه حراره البط بتهبط لانه بيشرب ميه، لسه موضوع الدوره الدمويه ما اشتغلتش معاه كويس. هروح رافع الحراره 33 واكمل اليوم ده كله على 33. تمام. طيب بعد كده ارجع تاني يوم انزلها ل 30، تاني اسبوع انزلها ل 28 في البكيني واخليها 30 في المسكوف، تالت اسبوع تنزل ل 24 في البكيني مفيش مشكله او 22 كمان، لكن تفضل 28 في المسكوف. تمام. طب ايه الغلطه اللي بتحصل؟ في بعض الناس يروحوا مربيين البط على 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 سلك حضانه، ده كويس عشان يحل مشاكل الفرشه، بس لازم في اول اسبوع ما حطوش على سلك. ليه؟ لان انا حطيت على سلك خاصه في الشتاء بيحصل له عمليه اكتساح، البط ممكن يبرد من الفرشه مش من الحراره. ودي نقطه خطيره جدا وقع فيها ناس كتيره جدا. يعني لو الفرشه سمكها ضعيف، الفرشه مبلوله، حطمت على سلك هيبرد، تعمل كساح، هيبرد من الشتاء. ليه بقى؟ انت بتشوف في قنوات اللي هي مثلا عالم الطيور والحيوانات بتلاقي البط بيمشي على الجليد، هل البط يتجمد كده؟ مع ان منطقه هو ماشي على الجليد المفروض ما يتجمدش. ليه؟ لان ربنا حاطط له ميزه ان الشعيرات الدمويه اللي فيه بتدي له حراره عاليه من غير ما يفقدها من جسمه، فبالتالي بتدفي الجسم وترجع تسحب حراره ثانيه. عمليه معقده مش موجوده في الطيور المائيه. سبحان الله. بس مش بتنشط في اول اسبوع في البطن، فلو حطيته على حاجه برد في الاول هعمل له صدمه حراريه فيضعف معايا. عشان كده اول خطا بيحصل في التحضين. يعني انا فتره التحضين بتعامل معاه كطفل مولود في حضانه بكل محاذيرها. بالظبط. تمام. يبقى اول حاجه اعرف السلاله اللي عندي احضنها ازاي، درجه الحراره ما ادخلهاش على الحضانه مباشره، ما يبردش من احطوش على سلك، لازم كل شويه ادخل الفرشه. يعني دلوقتي لو انا في الحضانه العامل بقول له ايه، تدخل الحضانه بص على العلف، العلف موجود ولا لا، في تبن ولا لا يبقى ينضفه، المسقه فيها حاجه سد المسقه تبن ولا لا ينضفها، الميه خلصت يغيرها، يدخل على الفرشه في حاجه مبلوله يشيلها، يدخل على الحراره، الحراره مظبوطه تمام، يقعد ينشط البط. ادي خمس ملاحظات يدخل يبص عليهم اي واحد بيتابع البط. هو اللي متابع الدكتور عامر هيعرف هو قد ايه بيحب البط. يعني احنا قبل الفقره كنا بنتكلم عن البط، هو بيتكلم عن البط بحب كانه جزء، يعني هو جزء مهم جدا وكبير جدا في حياه دكتور عامر، فتحس ان هو خايف على البط حتى وهو بيشرح التفاصيل بتاعته. المشاكل المرتبطه بالتغذيه، هي التغذيه 70% من التكلفه. تمام. فعندنا المشاكل نوعين، نوع انك انت تحدد احتياجات السلاله، تمام، وحسب عمرها وحسب الموسم، ومشاكل مرتبطه بجوده العلف مش هتكلم فيها قوي. تمام. هنفترض ان جوده العلف كويسه شاري من مصدر كويس. تمام. طيب لازم اعرف البط البكيني بياكل علفه 23% بروتين بادي امتى، وبياكل نامي 21 امتى، وبياكل ناهي 18 امتى. تمام. نفس الكلام في المسكوف. باختصار جدا البط البكيني بياكل بادي اسبوعين لمده اسبوعين، ونامي لاسبوعين، وناهي لمده اسبوعين على اول لحد نهايه الدوره. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الشتاء
وفي الاعناب المقفوله تمام. طب لو في لو في الصيف يبقى يزيد اسبوع، بياكل بادي 3 اسابيع نامي اسبوعين، وممكن ناهي او ممكن ما يكونش ناهي. ليه بقى؟ لان في الصيف بيبقى عليه اجهاد حراري ما بياكلش كتير، فانا عايز الكميه عارف بياكلها قليله يبقى فيها بروتين عالي، عشان كده برفع بمديله فتره البادي اللي فيها بروتين عالي اسبوع زياده. ست البيت المصريه الريفيه الاصيله كانت فاهمه قوي في تربيه الطيور بكل انواع. البط تحديدا كانوا بياكلوه ان هم بيطبخوا له سمك ورده، او يعني البط غير الفراخ، الفراخ كانوا ممكن ياكلوها بواقي اكل البيت، انما البط له نظام معين، او السمك الصغير بيسووه ياكلوه له. وقبل الذبح باسبوع 10 ايام بيبداوا يديله نسبه بروتين عاليه، وهي التصغيط بالفول، الفول الجاف. الطريقه دي صح؟ ما هي دي قصه ودي قصه تانية. انا كنت بتكلم عن التجاري، لكن الطريقه دي صح في المحلي. المحلي ده له نظام تربيه مختلف شويه. تمام. هو فعلا البط المحلي نموه ضعيف، تمام، نموه، فانا بديله اي اكل، رده، خضره، بواقي اكل، بحيث ان هو كده كده لو اكلته علفه مش هيديني برضك وزن عالي. هو كده كده بيدي نفس الوزن بالظبط، اكلت علف اكلت بيت هو بيدي نفس الوزن، فروقات بسيطه، فبيدي بيسيبه يبني هيكل. تمام. لما يبني هيكل ويدي حجمه كويس اروح مزغطه فيدي يرمي وزن على الهيكل ده. هيرمي وزن ولا هيرمي دهن؟ لا وزن، وزن على حسب الدهن هنا متحكم فيه نوع العاليه، نوع لو فيها طاقه عاليه يحول لدهن، وفي بروتين عالي يدي لحم. بس ده بالنسبه للمحلي. لكن نرجع للتجاري كده، البكيني في الصيف هياكل بادي 3 اسابيع، في الشتاء اسبوعين. تمام. وبعد كده نامي، وممكن ما اديش ناهي في الصيف. البط المولر ده هجين ما بين البكيني والمسكوفي، تمام، ده هياكل بادي 3 اسابيع في الشتاء و4 اسابيع في الصيف. تمام. وبعد كده هياكل نامي في الصيف بس ما يكونش ناهي. طب المسكوفي بياكل بادي 3 اسابيع في الشتاء و4 اسابيع في الصيف، وما ياكلش ناهي طول الدوره. تمام. لو انا بربي نظام الراعي الوضع هيختلف. البط لو بياكل بادي اسبوعين باخره اسبوع في الراعي، لان في الراعي بيبقى نشاطه عالي قوي في الهضم، وبياكل حشيش وخضره، فالانزيمات نشاط الانزيمات بيبقى عالي، فلازم ادعمه ببروتين وهكذا. يبقى اذا حددت الاحتياجات للطائر حسب العمر والوقت، يبقى انا كده اول عنصر تغذيه. عطيت بادي ونامي بطريقه خطا حسب السلالم والعمر، يبقى انا كده الطائر مش هيدي الاداء الانتاجي بتاعه، يبقى انا ضربت الطائر بتاعي مش هيدي انتاج كويس. تمام. ادي اول شق في التغذيه. نيجي للمحلي شويه. احنا بنربي مثلا البط، او كان الموضوع اللي سالتك كانت عن البط البلدي، تمام، بنربي البط البلدي لازم تديله بادي في الاول، اول علف، اول علف، سواء اي طائر محلي او تجاري لازم ياخد بالي، لان هو في المرحله دي كل الطيور بتشارك ان نمو الخلايا بتاعتها سريع جدا عشان يدي حجم، فانا ادعمه بالبادي. بعد كده ابدا الغي العلفه التجاريه لحد ما اديله رده، النخاله مثلا، رده دي ارخص حاجه مع اكل البيت، هيبدا يكون هيكل، تمام، مع الخضره. وبعد كده اروح مسمله بالطريقتين، يا اما اديله علف تسمين يا اما اعمله تصغير. لكن الوز اديله بادي، بما ان نتكلم عن الضيف برضك، الوز بياكل بادي 24 ساعة أول أسبوع، تاني أسبوع بياكل بادي 16 أسبوع، وبقت اليوم ما بياكلش، بياكل خضرة بس. الأسبوع التالت ياكل 8 ساعات بادي، وبقت الأسبوع وبقت اليوم ياكل خضرة. الأسبوع الأخير ياكل 4 ساعات بادي، وبعد كده بقت الدورة ما ياكلش علف نهائي، خضرة بس. خضرة بس. عالم البط وعالم الطيور عالم واسع جدا جدا وعالم كبير جدا جدا. هرجع للي بدأت بيه حلقتي، أتمنى الست الريفية المصرية تنتج تاني، تربي تاني، ايا كانت تكلفه التربيه هتبقى افضل بكتير من الاسعار اللي كلنا شايفينها وكلنا عارفينها، وخصوصا على دخله رمضان اكيد كلنا شفنا اسعار البط حاليا مرتفعه قد ايه. مشاهدينا في نهايه لقائي بشكر ضيفي الكريم دكتور عامر مكرم استاذ تربيه الدوائن، بشكرك جدا دكتور عامر. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم مع فقره حواريه تانيه، استنونا.